أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على أهمية توحيد الخطاب الديني وإبعاده عن النعرات الحزبية والمناطقية والطائفية والمذهبية لتجنيب المجتمع صراعات. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب للخطباء والدعاة والمرشدين. مزيد من التفاصيل ومراسلنا محمد الجداسي. بحضور ورعاية وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، أقام مكتب الأوقاف لقاء موسع للخطباء والمرشدين بمديرية المدينة والوادي حول دور الخطباء في تحصين المجتمع. أكد وزير الأوقاف والإرشاد بأن هذه اللقاءات في إطار لقاءات متعددة على مستوى محافظة الجمهورية لمواجهة الفكر الطائفي للميليشيات الإنقلابية. في إطار هذه الجولة التفقدية لمحافظة حضرموت ومأرب، وبعدها سنذهب إلى شبوة والجوف، نقوم بموضوع لقاء الخطباء والعلماء من أجل أمرين. الأمر الأول أن المعركة مصيرية مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، والخطباء لهم دور كبير في إيضاح كثير من الأفكار التي تتعلق بالحوثي خاصة، وهو يضلل على الناس بأفكار ضالة، ولا سيما ما نسمعه هذه الأيام من الخرافات والخزعبلات حول المولد النبوي. فالنبي هو نبي مليار ونصف المليار، وليس ملكا للحوثيين أو مزرعة خاصة له. واعتقد لو النبي يعلم على انهم بيحولوا كل الالوان الى خضراء حتى اجسادهم لا قام من قبره من هذا الخرافات. الموضوع الاخر من اجل توحيد الخطاب الديني بما يتوافق مع منهج الوسطيه والاعتدال. فديننا هذا يمتاز بالمرونه، بالسهوله، برفع الحرج، بعدم التشدد، لأنه لا يمكن أن يقف في وجه الخطاب الآخر وهو خطاب العنف والإرهاب والتشدد غير خطاب الوسطية والاعتدال. وزارة الأوقاف ستظل قريبة من هؤلاء الشريحة المهمة في المجتمع والمؤثرة، وعلى مسافة واحدة من كل التيارات الدينية والمدارس الفقهية والعلمية، وإن شاء الله تعالى يكونوا محل رعايتنا في كل لقاء أو مناسبة ننزل هذه المحافظات. شكرا جزيلا. مدير عام الأوقاف والإرشاد أكد بأن هذه اللقاءات في إطار سلسلة من اللقاءات على مستوى المديريات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بفضل الله تعالى وكرمه في هذا اللقاء التنشيطي لخطباء ومرشدي مديرية المدينة والوادي حول أهمية الخطيب أو حول الأفكار الدخيلة على هذا المجتمع للقاء بالخطباء كي يتمكنوا من القيام أو الدفع بهم للقيام بواجبهم، وهم يبذلون جهد كبير يشكرون عليه، لكن من باب يعني التنشيط والدفع والتحريك وشد يعني الأيدي بعضنا البعض، كان حتما علينا أن نقيم هذا اللقاء. إن شاء الله تعالى هناك سلسلة لقاءات يعني، ومن أهمها أعتبره هو لقاء الموجهات يعني العامة للخطاب الإرشادي التي سيلتقي فيه كل المكونات الموجودة على الساحة لتحديد الموجهات العامة للخطاب الإرشادي الذي ينبغي أن نقوم به في المرحلة الحالية. ناقش اللقاء الموسع جملة من الموضوعات المتصلة بالخطاب والمرشدين بحضور وكيل المحافظة عبد الله أحمد الباكري لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.